اهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس. نتمنى ان جميعكم بخير. وكما العاده جبت لكم وصفه جديده مجربه مضمونه 100%. وصفه اليوم غادي نحتاجوا مجموعه زيوت، لان الموضوع ديالنا تغذيه الشعر الجاف المتكسر او لا المتقصف. وفي هذه الوصفه هذه غنحتاجوا مجموعه زيوت. طبعا الحال غنلقاوهم عند العطار، كناخذوا دوك القريعات اللي عند العطار، راه ما غاليينش بزاف ولكن مهمين بزاف لتغذيه الشعر ديالنا باش يرجع الحيويه ديالو ان شاء الله. وهاد الزيوت غادي ناخذوا قريعه ديال زيت اللوز، وقريعه ديال زيت ارغان، وقريعه ديال زيت القطران، وقريعه ديال زيت الكوكو، وقريعه زيت الخروع، وقريعه ديال زيت الذره. وغادي ناخذوا نفس الكميه ديال زيت الزيتون، نفس الكميه ديال هاد الزيوت غناخذوهم زيت الزيتون. غنخلطوا هاد المواد مزيان فشي قريعه حتى يتجانسوا، ومن بعد ان شاء الله كنشقوا شعرنا من الجذور الاطراف. كما قلنا شعر خصو يكون نظيف ومبلل، وغادي نجمعوا شعرنا من بعد من شقوا شعرنا من جذور الاطراف مع المساج. غادي نجمعوا شعرنا وغادي ندور عليه واحد الفوطه سخونه، يعني فازقه بالماء سخون، باش كتعطي واحد البخار وكتعطي كتتعاون الزغبه باش تمتص هاد المواد اكثر وتستفد اكثر. ومن كنعاودوا هاد العمليه ديال الفوطه، كنكرروها تقريبا شي 3 المرات حتى كتبرد الفوطه وكنعاودوها وصافي. ومن بعد كنخليوها تقريبا شي 2 سوايع ولا 3 سوايع على حسب الظروف ديالنا. ومن بعد تنغسلوا شعرنا كما العاده بالشامبوان المعتاد. وكما العاده ملي كتساليو من الغسيل كضروري ما خصكم تدهنوا شعركم وهو فازق بزيت اللوز او زيت الزيتون. وبالصحه والراحه، والى اللقاء الى الحلقه المقبله ان شاء الله. وما تنساوش دعموني بلي لايك وتابوناو معايا في القناه باش يوصلكم كل جديد، وتشاركوا لي فيديوهات ديالي مع الاصدقاء ديالكم والمعارف ديالكم باش تعم الفائده ويستفد الجميع ان شاء الله. والى اللقاء.